يتضمن هذا الاحتفال أنشطة ومواضيع مختلفة تتعلق حول برامج التنمية للسكان. رئيس اللجنة التنظيمية عمدة بلدية ماسنيا أشاد باحتضان مدينة ماسنيا هذا الحدث الذي يسهم في تطوير السكان ودعم البرامج التنموية. وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان جاسي سيمباري دعم الخطط والبرامج الإنمائية للشرائح الضعيفة والاهتمام بالصحة الإنجابية والتعليم وتقديم الوسائل اللازمة لتسوية أوضاع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة. حاكم ولاية شاريبا جرمي جايانغ سواري قال إن هذه الولاية تحظى برقعة أرضية واسعة وذلك بدعم مشاريع الصحة الإنجابية والتعليم والاهتمام بالمرأة الريفية. وتنفيذ هذه المشاريع والأنشطة بمدينة ماسينيا وبيسو ودربالي وهي خطوة مهمة لمعالجة قضايا المواطنين القاطنين بولاية شاريبا جرمي. أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي الدكتور عبد الرحيم يونس علي واصفا اليوم العالمي للسكان والأهمية التي وضعت من أجله من قبل المجتمع الدولي للنهوض بالسكان والتنمية. الأسبوع العالمي عن السكان ده يوم الأمم المتحدة حددتها وكل الدول العالم يحتفلوا فوقها، عشان ده اليوم انتوا كلكم باركتوا جوتوا. ووزارة الاقتصاد اختارت من البروفنس من المحافظات كله اختارت لشاريبا باقرمي عشان تكون هي بدل السنة هي بدل تحتفل بيوم هنا السكان اللي يهتم بالتنمية وحالة هنا السكان في المنطقة هنا شاريبا باقرمي وكمان في محافظات هنا جات كله. عشان ده أنينا جينا باسم هنا حكومة نعلن اليوم ده يوم الانطلاقة هنا الأسبوع الذي يهتم بموضوع هنا السكان، موضوع هنا السكان موضوع العالم كله بيحتفل بها. ولهذا فإن الحكومة تسعى عبر شركائها المانحين لتنفيذ البرامج الإنمائية للسكان ومتابعة وتقييم أنشطتها المختلفة التي تتعلق بالصحة الإنجابية وانخفاض معدلات المواليد لإيجاد حلول بديلة تسعى إليها الحكومة لتنفيذ برامجها للسكان. تحتضن مدينة ماسينيا أنشطة اليوم العالمي للسكان. يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان معدات صحية بالمستشفى المركزي لمدينة ماسينيا، فيما أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان جاسيس سينغباري قال إن هذا الدعم يسهم في تعزيز كفاءات النساء القابلات التي يعملن في القطاع الصحي. حاكم ولاية شاريبا جرمي جايانغ سواري تسلم المستلزمات الصحية من قبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مقدما حاكم الولاية الدعم للمندوب الصحي. أما مندوب الصحة بالولاية ميكونيو أشاد بدعم الأمم المتحدة للسكان لدعم قطاع الصحة وقال إنها خطوة تمهد لدعم الشراكة الفاعلة في القطاع الصحي. عانت هذه السيدة الأمريني بعد وفاة زوجها بمخيم تلم للاجئين السودانيين بإريبا، وها هي البشارة تأتي مع تعيين ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتشادة، حيث بدأت عملية المسح بمخيمات كل من كارياري إرديمي تلم وأمنبك من أجل بداية توزيع المواد الغذائية العاجلة والطارئة للأسر بفحص الأمهات من عمر 15 إلى 49 عاما. وتزامنا مع ذلك يقوم ممثل الهسير بابا كسما رفقة وفد رفيع بعقد لقاءات مع المسؤولين بالمخيمات للتباحث معهم حول سبل تحسين الأوضاع المعيشية داخل المخيمات. وفي حديث للصحافة صرح ممثل الهسير بأنه تفاجأ من قمة الوعي والرقي الذي يتمتع به اللاجئون خلال لقاءاته بهم، مؤكدا بأنه سيبذل ما في وسعه من أجل تحسين الظروف المعيشية بالمخيمات بتشاد. ويعد مخيم أمنبك المحطة الأخيرة لبابا كسما بالمخيمات الشرقية التي شملت كل من إندي الشرق ووادي فيرا. تضم جامعة آدم بركة بأبشة مركزا للحاسوب متعدد الاستعمال وتدشين مكتبتها لتوفير مناخا أكثر مناسبة للبحث والقراءة. نائب مدير المكتبة الدكتور الزبير آدم الزبير قال إن تهيئة جو المكتبة يهدف لتسهيل البحث والمعرفة
للطلاب، فيما أكد مدير نظام الاتصالات بالجامعة الدكتور علي محمد عمرو وعميد كلية العلوم الصحية البروفيسور فيديل أنغاريو. قال إن المعامل بالجامعة تعزز معرفة الطلبة للحاسوب والالتحاق بعصر العولمة. أما رئيس جامعة آدم بركة البروفيسور محمد سعيد علي قال إن جامعة آدم بركة في تقدم ملحوظ، وأن تدشين المكتبة وإنشاء مركز للحاسوب ومختلف المعامل بالجامعة تزيد من سقف التطور الحديث. ويذكر أن أجهزة الحاسوب بالصالة الجديدة تصل إلى 20 حاسب آلي، وفي بقية المعامل الأخرى بالجامعة بحاجة إلى إضافات من أجل تسهيل العمل فيها. أهالي قرية أم خروبة التابعة لمركز دار كنجرو يشهدون إضافة جديدة إلى بيوت الله، إنه مسجد منيرة بن سليمان الذي بني داخل مركز سعد بن أبي وقاص لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وقد تكفلت بتنفيذ بنائه جمعية الرفقة للإغاثة والمشاريع الخيرية، وشارك في احتفال افتتاح المسجد وفود من المشايخ ورجال الدين قدموا من العاصمة ومن مدينة آتية، إضافة إلى المسؤولين الإداريين المحليين ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية فرع ولاية البطحاء الشيخ أحمد خالد منوفي. وفي خطبة الجمعة ذكر الشيخ أحمد خالد منوفي المصلين بفضائل بناء المساجد، داعيا أهالي البلدة إلى إعمار هذا المسجد بالصلاة والعبادة. كما تداخل واعظون آخرون من بينهم مدير الخلوة ومدير جمعية الرفقة للإغاثة والمشاريع الخيرية الدكتور أحمد محمد عيسى، متنا ولنا أهمية إعمار هذا المسجد وجعله منارة للعلم والمعرفة. هذا وتحدث كل من ممثل شيخ كانتون دار كوكا ورئيس مركز دار كنجرو إدريس سليمان بويمي لامتداح هذا العمل الخيري المتمثل في بناء المساجد، وطالب المسؤول الإداري من رجال الدين أن يقوموا بدورهم المنوط بهم في بناء المجتمع المتسالم والمتعايش من خلال الوعظ والإرشاد.